أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أسئلة عن الإيمان، ومعنا الضيف الكريم جناب القمص زكريا بطرس. أهلا وسهلا بكم. أهلا بك. أعزائي، ما أجمل أن نستهل حديثنا في الكلام عن الإيمان والحديث عن الإيمان وأحاديث الإيمان، وما أجمل أن نشارك معكم من كلمات الكتاب المقدس ما قيل: من أنت أيها الإنسان الذي تجاوب الله؟ أليس الخزافي سلطان على الطين أن يصنع من كتلة واحدة إناء الكرامة وآخر الهوان؟ فماذا إن كان الله وهو يريد أن يظهر غضبه ويبين قوته احتمل بأنات كثيرة، آنية غضب مهيئة للهلاك، ولكي يبين غنى على آنية رحمة قد سبق فأعدها المجد. شكرا لله الذي ينظر إلى أناس نظيرنا أواني الهوان ويحولها إلى أواني الكرامة. وصلتنا أسئلة كثيرة، ومن أول الأسئلة سؤال أيضا لازال المشاهدين يتساءلون: لماذا تتعرضون لمناقشة هذه المواضيع الحساسة؟ ذلك تعريض بالإسلام ونبي الإسلام وتشجيح للمسلمين؟ سؤال طبعا من حق المشاهد أن هو يسأل. نعم، لأن طالما بيفكر فلازم يسأل. نعم، وطالما يسأل لابد أن يجاب. الحقيقة المواضيع بتاعت الحوارات عموما، نعم، بتصنع عند البعض شوية حساسيات. نعم، ليه؟ لأن جو الحوار الحر لسه الناس ما تعودتش عليه. نعم، فبيعتبروا أن أي تساؤل أي حوار أي كلام لا، دي أهانة. فأنت تريد أن تناقش حوار حر بلا قيود؟ لا، في قيود، في قيود المنطقية. قيود المنطقية، شكرا. قيود المنطقية، قيود الفهم، لكن حر كده مطلق لا، مفيش حاجة اسمها حر مطلق. لم نعتاد في العالم العربي أو الإسلامي على حرية الفكر أو التعبير. حرية التعبير، حرية التعبير. نعم، يعني ممكن الواحد يفكر بينه وبين نفسه لكن يحسبها كده لك لا، يخاف. نعم. لكن احنا طبعا في الحوارات ديت بنتكلم بحرية لأن احنا ما لناش أهداف سيئة. نعم، احنا بنناقش العقل. نعم، العقل اللي من حقه انه يفكر، وخصوصا احنا في القرن 21. نعم، فممكن يرد إلي أسئلة، ممكن أفكر في حاجة، ممكن أحب أعرف إجابتها. فإحنا هنا في الجلسة بنناقش الأمور. نعم، والمناقشة ما فيهاش أبدا أي نوع من أنواع الخطأ يعني. تفضل. وبالمناسبة يعني أحبائنا المسلمين بيتناقشوا بحرية في وسائل الإعلام، في التلفزيونات، في المجلات، في كتب، في جرائد، بيكتبوا ضد المسيحية. يعني هل عملية أن المسلم لما ينتقد الإيمان بتاعنا والعقيدة بتاعتنا اللي هي نحن نؤمن بلاهوت المسيح متجسدا في الناسوت؟ نعم، فلما هم ينكروا هذا الوضع مش بيهنونا برضو وبيطعنونا في مقدساتنا؟ نعم، طب احنا بنتقبلها ليه بروح طيب؟ نعم، بعدين نقول لهم لا احنا بنؤمن ان كده، ونفسر لهم ونوضع. ما انفعلناش. نعم، ما مسكناش السيف وقلنا دي مقدسات. ما يصحش، مش واخد بحياتك. نعم، طيب ايش معنى يعني انت يا حبيبي المسلم بتتكلم وبتحتج على مقدساتنا واحنا ما بننفعلش؟ طب ليه تنفعل انت لما احنا نتكلم في الامور اللي انت بتقدسها عشان نفهمها؟ فانت تريد بصراحة أن تنقل الحق الكتابي إلى الجميع. ده صح، دي جانب. نعم، والحاجة التانية أن أنا بتساءل، عندي تساؤلات. نعم، أنا ما بقولش أن أنا عالم في الإسلاميات. نعم، أنا قارئ. نعم، ودارس. نعم، لأن طبعا طالما أنا رجل دين فلازم أدرس كل الأديان. نعم، وحوار الأديان بيفرض علينا أن احنا ندرس الأديان. نعم، بس أنا ما بفترضش أن أنا عالم في الإسلاميات. فأنا بطرح تساؤلاتي عشان خاطر حد من الأحباء المسلمين العلماء والفقهاء والأساتذة يطلع علينا ويقول يا جماعة أنتوا أنا سمعت تعليق على الموضوع الفلاني الفلاني والحقيقة هي كده وكده وكده، أو يعملوا معنا حوار في
في استوديو من الاستوديوهات. نعم. يعني عشان خاطر نقدر نوصل الى الفهم ده. احنا عندنا تساؤلات. الكتب ما بتشبعناش لان ما بتوصلناش الا اللي احنا بنقراه. فهل هو اللي احنا بنقراه ده هو الصح ولا هم عندهم حاجه بيفهموها احنا ما بنفهمهاش؟ فبنطرح حواراتنا عشان يعرفوا ايه اللي فينا ويجاوبوا عليها. لكن احنا مش بنطعن، احنا بنتساءل، لان احنا بنحب المسلم. بنحبه، ما بنقدرش نجرحه. لكن احنا عايزين نفهم، بنقول احنا بنتساءل. نعم. فانت تطرح اسئله كثيره وهذه الاسئله تحتاج الى اجابه. بالتاكيد. نعم. وننتظرها. نعم. وننتظر اجابه. نعم. تفضل. هي دي الفكره. نعم. ده رد على سؤالك كده. نعم. ماذا تقول للاخ المسلم الذي يقول انت تجرحني في كلامك؟ اقول له ابدا، احنا بنتحاور وده اسلوب الحوار المفتوح الصريح. نعم. واحنا بنحبك، واذا كان التساؤل هو جرح يبقى مش هنتساءل. ولو ما تساءلناش يبقى احنا بنلغي عقولنا، بنلغي العقل. واذا لغينا العقل نعم ما بقناش بني ادمين. نعم. هناك قضية جوهرية وحساسة ايضا نريد ان نناقشها في هذه الحلقة. عن من هو الرسول؟ ما هي شخصية الرسول؟ ما هي مؤهلات الرسول؟ من هو الشخص الذي ينبغي ان يكون رسول الى الله سبحانه وتعالى؟ تفضل. دي نقطة جوهرية، انت دخلت في لب الموضوع كده. نعم. نعم. عموما الرسول، اي رسول، نعم، هو انسان له علاقة شخصية خاصة، علاقة حبية مقدسة مع الله. نعم. شبعان بربنا، متمتع بيه، وربنا بيستأمنه على رسالة. نعم. انه يوصلها للآخرين لتصير لهم نفس هذه الشركة. نعم. وعشان كده يوحنا الرسول قال ايه؟ الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به. نعم. لكي تكون لكم شركة معنا. اما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح. يعني اذا الانسان وصل إلى متع مع ربنا، استؤمن من قبل الله على أنه هو يوصل رسالة حب وخلاص إلى الناس. نعم. عشان يتمتعوا بالخلاص وعشان يعيشوا في هذه الشركة الحبية. نعم. والعلاقة المقدسة. نعم. مع الله. هل الله يؤيد النبي بشيء معين؟ بالتأكيد. نعم. الله لازم يؤيد النبي، يؤيده بالروح القدس. نعم. الروح القدس مش مجرد ملاك حسب مفهومنا. الروح القدس هو روح الله. نعم. لأن الله روح. لماذا الله يعطي النبي الروح القدس؟ عشان يؤيده بروحه. لأن الإنسان بطبعه، نعم، أو بوضعه بطبيعته ضعيف. نعم. عن أن هو يقوم بأعمال عظيمة. نعم. لكن لما بيسلم نفسه لربنا وربنا يؤيده بالروح القدس، فبيستطيع أن هو يوصل الكلمة إلى القلوب. نعم. لأن ممكن الكلمة توصل للذهن وتترفض. نعم. لكن عشان توصل للقلب مقدسة. نعم. من الله وقوة من روح الله، ويدي كمان معونة في معجزات، في نبوات. نعم. في حياة الرسول. والهدف هو أن يبعد، أن يساعد الناس أنهم يبعدوا عن الخطية. ده أهم رسالة بيقوم. نعم. بها. نعم. أهم رسالة. نعم. رسالة الرسول هو أن يدعو إلى خلاص النفس من الخطية، من سلطان إبليس. نعم. ومن النجاسة العالم. فبيرفع الإنسان من وحدة الهلاك. نعم. وطين الحمأة. نعم. ليتمتع بحياة نظيفة فاضلة مقدسة مع ربنا. نعم. أمين. إذن الرسول قلت هو إنسان له علاقة مقدسة مع الله، والله استأمنه على هذه الرسالة المقدسة الإلهية التي ينبغي أن يبلغها للناس. والمهمة الرسول أن يرشد الناس إلى خلاصهم من الخطية ومن سلطان إبليس. ده تمام. نعم. تمام. كيما يصبح لهم علاقة مقدسة حبية مع الله سبحانه وتعالى. ده كلام سليم. شكرا. شكرا. ومش كده وبس، ولكي تصير لهم أيضا حياة أبدية مع الله. حياة فاضلة وحياة أفضل. نعم. نعم. يعني الحياة الباقية والدائمة مع ربنا. اللي هو لازم الإنسان يفكر فيها، ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه. نعم. وفقد الأبدية. نعم. هذه نعم. الحدة مهمة. موضوع الحياة الأبدية في الواقع
يعني شائق لكثير من الناس، فهل لك أن تلقي من تكلمنا من المزيد عن هذا الأمر؟ ولو تكلمنا عن الأبدية بتوسع حيطلعنا من الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. فهل أطلقتك ان احنا نرجئه شوية لما يجي موقعه علشان خاطر ما نطلعش من موضوع لموضوع؟ فخلينا مركزين في عمل الرسول، صفات الرسول، شروط الرسول، كده يعني عشان خاطر ما نتشتتش بس في الكلام. انا اسف يعني. معلش لنا كماله. السؤال الذي يلي هو: ما هو عمل الرسول؟ ما هي رساله الرسول؟ احنا اتكلمنا ان رساله الرسول هي الخلاص. وفينا النقطة دي تالي تمام يعني. عمله ان هو يخلص الناس، يجيبهم من الخطية، يمتحهم بالحياة والشركة مع ربنا. يخلصهم بكلامه الشخصي؟ لا، اجتهاداته الشخصية. هو بيحمل رسالة من الله. ولما يحمل من الله بيحققها، لكن ما هيش رسالته، مش عمله. وده يمكن ينقلنا إلى صفات الرسول. الرسول هو إنسان مش عايش لنفسه. إنسان عايش بيئة إلهه، لأن ذاب المحبوب ذاب المحب في المحبوب. فلما ذاب فيه فبيعيش لأهدافه. مع المسيح صلبت في أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيه. فالإنسان بيعيش في أهداف ربنا وبيحقق قصد الله. فإذا لازم اللي هو رسول فعلا إنسان لا يعيش لذاته، إنسان يعيش لأهداف الله. إنسان يكون قدوة حسنة، قدوة حسنة في سيرته، في القداسة، في البر، في الطهارة، في الأمانة، في الوداعة، في الحب، في البذل، في العطاء. قدوة حسنة ليروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. أمين أمين. إذن من صفات الرسول الذي يستأمنه الله هو الشخص الذي يعيش لصاحب الرسالة. أنه ينبغي أن أعمل أعمال أمين. وأيضا أن لا يعمل لا يعيش لأهدافه الشخصية بل لتحقيق هدف الله. وأيضا أنه يكون قدوة حسنة في الطهارة والقداسة كما تفضلت. تمام. السؤال: هل، وهذا سؤال حساس في الواقع، هل تنطبق هذه المعايير على النبي الإسلام؟ ده سؤال حساس. نعم. يعني كده ممكن المشاهد اللي يسمع يقول لك لا احنا تعدينا الخطوط الحمراء. ومن حقه ان هو يفكر مثل هذا الفكر. ما بنحجرش على فكر الانسان. لكن بنحاول ان احنا نناقش الامور بمنطق. وعشان كده قبل ما ارد على هذا السؤال عايز اقول افكر الشاهد المشاهد بالكلام اللي كنا قلناه في حلقه قبل كده، كلام الداعيه الاسلامي الشيخ عبد المعز عبد الستار في مؤتمر بالأزهر، وظهر في الجرائد وأعطى اقتراحا جميلا وهو وجوب محاكمة نصوص الكتب. كلمة قوية، محاكمة. محاكمة. أنا ما بفضلهاش. قوية فعلا. أنا ما بفضلهاش، لأن مين إحنا حاكم كتب ربنا؟ إحنا مثلا نقيم نشوف ايه اللي فيها كويس وايه اللي فيها كده، يعني اللي يفيدنا وازاي يفيدنا وكده يعني. فلكن انا بقول للمشاهد ان فيه واحد مش قسيس لكن شيخ وداعيه قال كلاما كبيرا. انا نفسي بتحفظ ان انا اقوله. واضيف على كده كلام الدكتوره عائشه عبد الرحمن اللي هي بنت الشاطئ. تعلم حضرتك انها كانت استاذه الدراسات والقرآنية العليا بالجامعة في المغرب، جامعة القرويين. كتبت كتب كتير من ضمنها كتاب نساء النبي. فقالت في صفحة كلام حلو لازم ننتبه ليه يعني. قبل ما أجاوب بتقول إيه؟ إن طي الأخبار عن حياة الرسول الخاصة، طي الأخبار عن حياة الرسول الخاصة لا تقره أمانة البحث. يبقى خش لحياته الخاصة ما تغطيش. ولا هو من هدى القرآن الكريم الذي حرص على أن يسجل منها ما يؤكد بشرية الرسول.
شبال النتيجة الخطيرة اللي بتصل لها. هو قال ما أنا إلا بشر مثلكم. أي نعم. فهي بتقول إيه؟ فلم يعد يحل مسلم أن يضرب الصفحة عن ذكرها حياته الخاصة. وتسترسل في الكلام تقول إنني من كل ما ناولت من حياة رسول الله لم أرى في شيء منه قط ما أتحرج من تعريضه لضوء البحر. إذن ده ضوء أخضر إن إحنا نعرض حياته لضوء البحث. نعم. طالما ما فيهاش حاجة تتحرج منها. وهي كتبت الكتاب النبي محمد مع نسائه. إذن بعد هذا الكلام اللي أنا قلته لا يتهمنا المشاهد العزيز إن إحنا بنتطاول على الإسلام أو بنحقر من طبيعة أو شخصية نبي الإسلام، ولكننا نطرح حوار ومستعدين نلقى حوار مقابل. يقول يا جماعة أنتوا في الحلقة الفلانية قلتوا كده وكده، ويا جماعة خلينا كده نتفاهم الكلام ده مش صح علشان خاطر كذا وكذا وكذا. كلام منطقي لازم يكون إيه؟ مفهوم سليم. فأنت لديك تساؤلات في ذهنك تسألها للمشاهدين نتيجة القراءات في الأديان. نعم. ومش بس أقولها للمشاهدين، أنا قصدي كمان أوصل صوتي للمصين علشان خاطر يفسروا لي ويوضحوا لي ويمكن من اللي بيشوفوا الكلام ده داير في أذانهم برضو بيتسألوا عليه. نعم. بس مش قادرين يعبروا. فأنا بعبر بلسانهم وبننتظر بات من المختصين الأفاضل. نعم. يعني طبعا بتكلم مش من باب محاكمة القرآن ولا محاكمة الرسول ولا تعرية أخبار الرسول ولا أي حزية عيشة عبد الرحمن، لكن هي مجرد تساؤلات في الذهن وحوارات بنطرحها. فأنت كباحث في الأديان تريد أن تحصل إجابة لأفكار تدور في خاطرك وفي خاطر كثيرين من الناس. بالتأكيد. نعم. نحن متفقين إلى غاية الآن. وننتقل إلى السؤال، فهل تتفضل أن تذكر لنا بصراحة عن انطباق المعايير التي ذكرتها على نبي الإسلام، وبالتحديد لنبدأ بالتحديد من هو الرسول أيضا؟ طبعا حاب نخش بقى في الإيه منطقة الشائكة، لكن أنا بتكلم نقلا عن كتب قريتها. نعم. في الإسلاميات يعني كتب إسلامية. نعم. بتتكلم عن حياة الرسول خاصة زي عيش عبد الرحمن وحديث والسيرة النبوية وهكذا يعني. نعم. والتفاسير وحاجات كتير قوي. الشرط الأولاني أن الإنسان بتكون لها علاقة حبية بين الإنسان وبين الله. أنا لقيتها بصراحة يعني مفقودة في كل التراث الإسلامي. علاقة الإنسان بالله في الإسلام هي علاقة فرائض وواجبات، بيؤدي الفريضة، فريضة الحج، فريضة الصلاة، فريضة فريضة فريضة. يعني الفرائض الخمس بتاعت الصلاة، خمس صلوات فرائض. المفهوم ان الانسان بيعيش حياة قصة حب مع ربنا. المفهوم ده اعتقد انه بحسب قراءاتي وما توصلت ليه، ربما حد من الأحباء الأفاضل يقولوا لي لا ده أنت ما قريتش الكتاب الفلاني وفيه كده. أخي بحتك. نعم. لا، فأنا بطرح الموضوع أن الدراسات لحد النهاردة حوالي 54 سنة بدرس حوار أديان ومقارنة أديان وإسلامية مسيحية، مش أديان عامة يعني. 54 سنة دراسة إلى مفهوم العلاقة الحبية بين الإنسان وبين الله. ده أنا أذكر توفيق الحكيم في أواخر أيامه كتب في الأهرام مقالات، مش دلوقتي أكتب وأسخر قلمي لشيء إلا للحديث عن الله. نعم. فكتب كده مقالات تحت عنوان مناجاة مع الله. جميل. فبيقول قلت لله كذا كذا وقال الله لي كذا كذا، والحب والحب والحب. فهاجوا عليه قالوا ده كافر وزنديق. ليه؟ هو رسول؟ قالوا له ده رسول بيوحى إليك، قال لك الله. وإيه علاقة الحب دي؟ إحنا عندنا فرائض. فأنت تقول أن علاقة الإنسان علاقة محبة. محبة، لكن في الإسلام اللي أنا بشوفها عبودية. عبد.
عبد لله. نعم. لكن عندنا في المسيحية يقول لك إيه؟ لا أعود أسميكم فيما بعد عبيد بل أحباء. كل الذين قبلوا فأعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. علاقة حب. نعم. رقي سمو. قيمة إنسان. عشان تقول أن يكونوا أولاد الله للعقل البشري صعب شوي. مش أبنائي أصلا الفكرة والمشكلة اللي عند الأحباء المسلمين. نعم. إن لما تقول الله وأبناء يقول لك الله الله وربنا بيتجوز ويخلف، استغفر الله العظيم وحمد كل ذنب، استغفر الله العظيم كل ذنب وربنا بيتجوز ويخلف. يا عم دي بلاغة، دي كناية عن الحب بين الأب وبين الإبن. كناية عن المحبة اللي نعم. والإبن بابيه، وكل أب يحب ابنه، كل ابن بيحب أبوه. أكيد. والمفروض نعم. أنها تكون نعم. علاقة مع الله الأب يعني كخالق، حتى أبونا كخالق يعني. نعم. فأنت ذكرت أنه أنت لاحظت أن الـ 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 في الإسلام كلها تركز على الفرائض الدينية التي يقوم فيها الإنسان. نعم. لنا سؤال آخر، ماذا بخصوص معيار رسالة الرسول نفسها؟ أي برضو دي من الأمور الشائكة بصراحة، يعني لأن رسالة الرسول زي ما قلنا في البداية أنه بيحمل كلام الله للبشر لخلاصهم. نعم. عايز يوري طريق الخلاص، يوري طريق الحياة، لأن الإنسان محكوم عليه بالموت منذ أن أخطأ. اهبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو، هبوط في طرد في حكم. إذن طريق العودة بقى هو ده رسالة النبي. الخلاص. الخلاص. ما هو الخلاص؟ العودة إلى الله. العودة. العودة إلى الشركة مع الله. نعم. النجاة من الهلاك، النجاة من العقوبة، النجاة من المصير الأبدي، التمتع بنعمة الله وبحب الله وبأحضان الله. ويرجع آدم إلى الفردوس مرة أخرى. فاللي حاصل إن اللي أنا شفته من قراءاتي، والله أعلم، اللي شفته من قراءاتي إن مفيش هدف خلاص النفس في القرآن ولا في رسول الإسلام، لكن كان عنده هدف أسمى بيسعى إلى تحقيقه بحسب الكتب اللي أنا قريتها. يختلف عما ذكرت. تكوين أممية ودولة هاشمية وإمبراطورية إسلامية، وقد كان له، فحقق الهدف. نعم. حقق الهدف. لكن الهدف كان له تكلفة. تكلفة أرواح. أرواح تشدت يعني، واخد بالك؟ فيعني النبي بيبذل نفسه، لكن رأت إن هو بذل الناس عشان يكون الإمبراطورية الإسلامية. ربما كان يعني حسب تصوري يعني أنه كان عايز يعمل المدينة الفاضلة بتاعة أفلاطون. فلما الإمبراطورية الإسلامية الناس حيبقوا كويسين. جايز؟ يا ترى والله أعلم. نعم. يا ترى ماذا عن الشهوات الجسدية؟ كان المفروض بقى من رسالة الرسول أنه هو يرتقي بشهوات البشر. نعم. بمستوى البشر عن الخطية والجنس. لكن أنا شايف، اللي أنا شايف برضو من دراساتي والله أعلم. نعم. شايف أن كان النبي محمد مديهم بحبوحة كده يعني. يعني الزواج بدل كلمة زواج مثنى وثلاث ورباع وما ملكت أيمانكم بلا حدود. فكلها بحبوحة يعني، بدل ما يعاني الإنسان ويسمو بغرائزه، لكن ده بيشبع الغريزة. لكن جناب القمص الآية تقول على أن تعدلوا ولن تعدلوا. أي ولن تجوز يعني غير واحدة يعني. طب إيه رأي حضرتك أن نساء الرسول ثرن على الرسول وبعتوا له فاطمة بنته، قالت له أن النساء بيقولوا خليك عادل وياهم لأنه لقوهم بتقعد عند عيشة، بيقعد عند عيشة أكتر منهم. فما استجبش لها، فراح وكلمته فلم يستجب لها. يبقى إن الرسول ما كانش عادل، لكن هل اكتفى بواحدة؟ ما هو الكلام حلو، لكن التنفيذ والتطبيق هو ده المهم. نعم. أنا بقول إن الموضوع شائكة. نعم. شائكة.
انا مش عايز اخرم في الحته دي فما تدخلنيش في الحته دي من فضلك. ها اوكي يعني خلينا نتكلم للمشاهد كلام حب سليم لطيف كده عشان خاطر ما نجرحش احاسيسه يعني. نعم. انت مذيع خطير يعني. تفضل. تفضل. ماذا عن زواج المتعة؟ تكملة القصة. يعني أنا أقول إيه؟ يعني أنا مش عايز أحرج حد يعني. يعني زواج المتعة يعني منين ما يروح يتمتع مع إنسانة ويدفع لها أجرتها، أعطيهم يعني يستمتعوا بهن ويعطيهم أجرهن. وخلاص. وفي أيام الرسول كان، وفي أيام أبو بكر كان، وفي أوائل أيام عمر كان، بطلها. بس الشيعة ما بطلوش لأنهم لقد أدركنا الوقت. شكرا ولنا لقاء آخر. آمين. أعزائي المشاهدين، شكرا لكم أن سمحتم مرة أخرى أن نأتي ونزوركم من عبر الشاشة الصغيرة. ولنا كمالة لهذا الموضوع في الحلقة القادمة إن شاء الله، لكن شكرا لله الذي يعطينا النعمة أن نستطيع أن نتكلم بالحق. هدف هذا البرنامج أسئلة عن الإيمان، أن نتكلم عن الإيمان الحقيقي. أين هو الإيمان الحقيقي؟ ما هو الإيمان الحقيقي؟ ما هي الطريق إلى الله؟ هل يعقل كثيرة أنا كنت أتساءلها أيضا، هل يعقل أن الله دين أول ودين ثاني ودين ثالث ودين آخر، وثم يغير في هذا الدين والدين الثاني يغير في دين معين؟ تساؤلات نتركها لكم، ونرحب بجميع أسئلتكم. إن أردتم الحصول على نسخة مجانية من الكتاب المقدس يسرنا أن نرسلها لكم. العناوين على الشاشة، عناوين مواقع الإنترنت، وكيف تتصل بالأب جناب القرمص زكريا بطرس، وأيضا كيف تتصلون بنا. شكرا، ونترككم في رعاية الله، وإلى اللقاء.